مع الحلقة التانية من المسلسل العربي الأصلي. تبدأ الحلقة على فاطمة وهي رايحة المكتب لرضا، ما يقول لها أنا عملت كل اللي أنت قلت عليه يا حاجة وربنا يخليك. قالت له أنا عندي وعد لحضرتك، البضاعة هتوصل لك اكسترا قبل ميعادها بشهر. قال لها بس مش الواد عدم طري على الموضوع ده وتزوير الفلوس، وأنا كمان هيبقى منظر وحش في السوق. قالت له ما تخافش الطاري ينشف، وانا مأمنك انت وفاروق اخويا. لا ربنا يخليك يا حاج. ودلوقتي فاروق مع اخته فوزية، راحت بتترفع عنه بتقول له، بيقول له الفلوس كانت معايا ولسه خارجها من البنك. قالت له افتكر رحت بيها فين؟ قال لها رحت بيها عند فاطمة وعند فوزية وعند شيرين اخر حاجة. وقال له كانت في ايدك؟ قال له لا طبعا كانت في العربية. قالت له ممكن تكون اتبدلت؟ قال لها ماشي هو اللي يكون بدلها. قالت له ازاي دور نفسه؟ قالت له معلش يا حضرة الكاميرا اخر فرج عنه بضمان كفاية اي مبلغ. قال لها ما ينفعش لازم يقعد، لازم يفضل قضية 4 ايام. ودلوقتي فاطمة معاها الموظف معاها بيقول لها الناس بتقول على ابن الحاج الاصلي ان هو بيتاجر في العملة وفي ناس بتتجايله. جالها تليفون قالت أيوة سعادة الوزير. قال لها ابني شريف. قالت له عارفة عارفة. قال لها ايه؟ قالت له مش معقول العربية تبوظ في شهر مرتين، أنا فاهمة كل حاجة. قال له خلاص. قالت له خلاص أنا مستنيك إن شاء الله بكرة عشان موضوع شريف منار. قال لها تمام ربنا يخليك يا حاجة فاطمة. بيقول له ولاد الأصل في الأصول. قال له ما يهمنيش الأصل، هيهمني أنا بحبها. ودلوقتي جوز أختها بنت معاه في الفصل بتحب بتقول لها اسكتي، قالت لها اسكتي انت كمان. قالت لها انا بهدي الامور بنكر. قالت لها فضيحة كلها معايا. دلوقتي هو تعب جوزها جوز فريدة بيقول لها بتقول لهم معاكش معايا بنات، راح وقع. ودلوقتي القط معاه بنات الاتنين اللي كان هيتجوز واحدة منها فاروق ابن الحاج الاصلي، بتقول له انا هتجوزه وانت لسه مضيته على الاصل معاك. قال لها انت عايزة بعد الفرح والمصيبة الفرح دي اتجوزولك؟ قالت له اه بحب فاروق مش هتجوز غير فاروق. صاحبة اختها بتقول لها انت عارفة الاول اتجوزتيني وهو بتاع بنات لي، واتجوزتيني الاولاني كان غصب عنه. ودلوقتي اخت فاروق عمال تقول احنا لازم نطلع فاروق من القضية دي، من الاسم الاصل هيبقى مصيبة سودا في السوق. وصرفه لازم تشوف اي حل في القضية دي، شوف حل في اكيد معايا. ودلوقتي اخت فاطمة راحت لجوزها المستشفى ومعاها بنتها بتقول لها يا ماما بابا يخف انا عايز يرجع بس متلقى. وراحت للدكتور قال لها انا قايل لكم الحاله بتتدهور ولازم يعمل عمليه. قال مش رد. قال له دلوقتي القلب مش هيستحمل اي حاجه ولازم دلوقتي ضروري يتعمل، وفي طب فريق طبي هيجي من بره. فاطمه جت لاختها فريده بتقول لها الحين يا فاطمة العملية هتتكلف 2.5 مليون، وانا اشتريت بيه فلوس كل اللي انت بتديهالي صيدلية. ودلوقتي فوزية قاعدة مع البيت الشهير بتقول لها اختها اتصلت بيها بتقول لها منار هتتجوز ابن وزير. قالت لها ابن وزير وزير؟ قالت لها اه. قالت لي بالتعفيف خلاها فاطمة تطلب، ان يعني ابني ما بيخلفش ومنار ومال مراته ادعوا لها. ودلوقتي فاطمة وجوز فاطمة قاعدين مع الوزير بيقول لها أنا عندي عربية صراحة بتاع أبويا كان نفسي ألاقي لها كده غيار بس مش لاقي لها. قالت له إن شاء الله. قال له الباشا نفسه كبير، لا إزاي نحن نحاول نجيب لها. قالت له إن شاء الله كده الغيار هتكون عند حضرتك. قال له الحاجة فاطمة ما فاتهاش حاجة وما استعصاش عليها حاجة ولازم كل حاجة تبقى تعافر وتجيبها. قالت له ندخل بقى في موضوعنا التاني. قال لها انا طالب ايد منور لابني وابني الوحيد ده وما عنديش غيره بعد فاطمة الله يرحمها. الله يرحمها. ودلوقتي ابن فوزي قاعد معاها وقالت له معلش يا حبيبي ان شاء الله يكسر فرحته زي ما كسر فرحتك. قال لها نفسي اعرف مين اللي عطاها العنوان. قال لها فرحت مين؟ قالت له منور. قال لها وزير ابن وزير. قال لها ابن وزير. ودلوقتي منور مع ابن الوزير بيقول لها انا شبح لي واسمراني في وزارة الخارجية بس وسيم عادي اتحب يعني. قالت له انا لازم احبك واعرف. لا انت حطيت لك الملوم
هي في ايه؟ قالت له بلاش هزار. قال لها انا ما اعرفش كده، هتحبيني صدقيني هتحبيني، انا جاي لي في الملحق التجاري ان انا اطلع بره، وبابا عايزني ان انا احسن، وعلى فكره انا ما عنديش وسط. قالت له انا ما بحبش الوسط. ودلوقتي هي بتتكلم مع منار وقالت لها قالت لها انا امك، وفي ظهري كل اللي انت عايزاه انا هعمله. لا ام زي القمر كده، ده الناس بتعكس في الشارع. قالت لها مين بيعكس؟ قالت لها الراجل ده بيغير عليك. لا خليكي معايا، هو عمال يقول لها اعملي. ودلوقتي اخته قاعده تكلمه، ودلوقتي جوز فوزيه بيقول لها دخل على الحاج شعبي وتعب راح قدامي في النار، قال له لازم تسعى وتشتغل. دخلت فاطمه قال لها كده يا فاطمه الواد ما غلطش، ان شاء الله مره طلقتيه من المليل. قالت له غلط يتقدم، ازيك يا عم الحاج، معلش اخرت عليكي. قال لها تعالي يا بنتي ربنا يخليك، وحشتيني ده انت روحت غالي. قالت له ربنا يخليك. قال لها خدي يدي انا جبت لك. دلوقتي جوز اختها راح في الحضرة، قالت له ده انت سيختني. قال لها انت عارف من ايام ابوك الله يرحمه انا بجيب لك هديتك، وابراهيم اخويا في الصياغة وبيديني الحاجة بقصة معاها، والقهوة دي بتاعتك عشان تفتكر لحظة انا نسيت. وفاطمة دلوقتي اختها راحت لها المعرض، قالت لها انا عايزة فلوس من الورش. قالت لها بس الفلوس انت عارفة اللي انا عملتها وانا ما عملتها في نفسي. قالت لها ما تخافيش خد الفلوس، واحنا ان شاء الله لما نقعد الفلوس ده بورس. لا ام انا ما اقدرش اديك من البورصه ولا اديك حق اخواتك غير لما يعرفوا. قالت لها انت مش هتقولي لهم فاطمه؟ قالت لها بس بديل على ده. وبعد ما مضت عليه قالت لها خلي معاكي انا هديكي من حق. فرحت فرحت. ودلوقتي فاطمه وبنتها منى قاعدين، ومنور دخلت الدنيا بتقول لها مالين صعد. قالت لها لا تلاقي حاجة يا ماما، في حاجة تخصك وتزعل منها. بص خالته منزلة ايه، بص ده قالته. قالت لها ماشي. قالها بعد كده بصت في فاطمة قالته واتخضت من اللي اختها كاتباه. نزلت راحت لأختها فوزية قالت لها ايه كده بتيجي احنا بننت بنكتب على الفيس؟ قالت لها كنت مديها مش لاقي لحد اتكلم معاه. والبت سهير هي اللي كده بترد الشك في ايدها، قالت لها يا سهير اكتبي بدل ما قرأت انصحي بصوابعك دي لإيدك اللي كتبت بدل ما أكسر لك إيدك. قالت لها طبعا طبعا. قالت لها يا حاجة وأنا اللي عملت؟ قالت لها إيه يا حاجة، مبروك مبروك لمنور، شوف رايحين عاملة إيه، قعدت مشيت وسابتها متغاظة منها. قعدت وخدتها بتبص عليها، والسيدة الخدامة مع أختها بتبص. دخلت منى لمنيل تقول لها خد الأكل، أنت عارفة أنا ممكن أكلمك، أنا عندي 15 سنة، تكرهتيني في الحب وفي الجواز. قالت لها لا خلاص يلا اتكلمي في حاجة تأدي. قالت لها يعني هقوم ألعب معاكي؟ قالت لها خلاص بقى مشيتي. عارفة في كام حاجة واحدة بتطلق؟ قالت لها كام في يوم؟ قالت لها معرفش. قالت لها كده؟ قالت لها أيوة كده. ده الوقت القط قعد مع تاجر بيقول له انت ازاي تعمل فاروق كده؟ قال له احنا كنا قاعدين عليها لوحدها لما اتنسب وزير. قال له اعمل زي الحاج زمان كان يعني عشان يبقى مع بعض ياخد اللي هو عايزه ويناسبه. قال له انا كنت اعمل كده. قالت